مش دايما الرجل بيكون زي الست. في بعض المواضيع لازم نتكلم عن الرجال لوحدهم ولازم نتكلم عن النساء لوحدهم. الحلقة دي احنا عملناها قبل كده، بس كنا بنتكلم عن اكثر نساء الابراج قدرة على قهر الرجال. النهاردة العكس بقى، اكثر رجال الابراج قدرة على قهر النساء، ومعانا ال 12 رجل من ال 12 للاول، وكلهم قادرين على قهر النساء ولكن بدرجات. اكتبوا كده توقعاتكم من خلال خبرتكم ومن خلال ذكائكم اللي انا متعود عليه. تتوقعوا كده مين اللي هيكون المراكز الاولى، وحد اذكى شويه توقع المركز الاول في حلقه النهارده هيكون مين. انا بقرا كل تعليقاتكم وكمان بتعرف عليكم من خلالها. والحلقه الثانيه بتاعت النساء انا هكون مثبتها في اول تعليق وفي وصف الفيديو، او اكتب انت بس على اليوتيوب محرك البحث اكثر نساء الابراج قدره على قهر الرجال. الحلقه دي الحمد لله لحد دلوقتي محدش قلدها ولا سرقها، فهتظهر لك حلقتنا الوحيده اللي حابب ان هو يسمعها. وتعالوا بنا نبتدي. اهلا بكم اجمل ناس في الدنيا. يا ريت الجديد سريعا يعني يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في قناتنا محمد ابو زيد يشترك. ورجاء طلب صغير كده، احنا عملنا صفحه جديده يا جماعه على الفيسبوك عشان الناس اللي بتسال اسمها محمد ابو زيد، اشتركوا رجاء في الصفحه دي، وانا مثبت لكم الرابط بتاعها في اول تعليق وبرضه في وصف الفيديو، ودوسوا لايك عشان حلقتنا توصل لاكبر قدر من اصدقائنا. وتعالوا بنا نبتدي بالرجل اللي في المركز ال 12. حد توقعه؟ هو رجل برج الحوت المائي. في الانتقام الانثى اعلى بمراحل، مش بمرحله واحده، بمراحل. عشان كده لما اتكلمنا عن الاناث كانت انثى الحوت في مراكز متقدمه، بينما عن الرجال هو اقل منها في النقطه دي، وعوامل كتير مش بس الانتقام هو اللي هيحدد في حلقه النهارده. فبيجي معانا في المركز ال 12 لانه مهما كان هو رجل رقيق الطباع ومسالم بطبعه، وما بيحبش الدوشه وما بيحبش الاذيه. وان كان انت حصل او انت حصل معاكي غير كده من رجل حوت، يبقى خلينا نقول لكل قاعده استثناءات، وما نبالغش لو احنا قلنا كده، لان دي طبيعة الحياة. في كل قاعدة بتلاقي استثناءات. في المركز ال 11 ايضا نفس الكلام، هتلاقي رجل برج السرطان. في الاناث كانت الانثى اعلى، بينما في الرجال لا، هتلاقي في المركز ال 11 مقارنة برجال الابراج الاخرى من اقل رجال الابراج مقارنة ببعضهم البعض قهرا للانثى. رقيق الطباع جدا ورومانسي جدا وحالم جدا. الرجل ده من اكثر الرجال رومانسيه عامه، وايضا رغم ان هو عنيد وعنده حته كده تسلط لرايه، ولكن في الاول وفي الاخر رحنا ولا جينا هو مش عالي قوي في حته قهر الانثى. هو ممكن يتجاهل او يتبارد، يعني دي العقاب اللي ممكن يتبعه، بس يخطط ويصبر عشان ينفذ. والكلام ده كله مش هتلاقيها في فلسفة رجل برج السرطان بنسبة كبيرة قوي، عشان كده مش هتلاقيه معانا في مراكز متقدمة قوي في حلقة النهاردة. على منهم مركز واحد في المركز العاشر رجل برج الجوزاء الهوائي. والجوزاء ما عندوش صبر للكلام ده، الجوزاء نساي بطبعه على فكرة، يعني رغم اللي انت ممكن تشوفه منه عكس كده، وفي بعض الاحيان تحس ان الرجل ده مغرور ومتكبر وهيعمل فيك اللي ما تعملش، ولكن هو بينسى بطبعه، نساي وبيكبر دماغه قوي. والرجل عكس الانثى هنا بنسبة كبيرة لما نتكلم في موضوع زي ده. في الاول وفي الاخر رجل برج الجوزاء مش من الرجال القمة في حلقة النهاردة، فبيجي معانا في المركز العاشر. اعلى منه مركز واحد في المركز التاسع، حد توقع؟ هو رجل برج القوس الناري. برج القوس لا عنده صبر ولا عنده يعني ملكة التخطيط عند رجل القوس مش عالية قوي، مستعجل، ما بيصبرش، ما بيطولش باله، شايف ان الحياة سريعة، هو بطبعه سريع، رتم حياة سريع جدا زي الكهرباء، صعب مجاراته. انت حلو معايا نكمل، مش حلو خلاص واشوف غيرك، فلسفة هنعمل ايه. شخصيته طباعه فمالوش نفس طويل في قهر الاناث، فبيجي معانا في المركز التاسع في حلقة النهاردة. في المركز الثامن أعلى منه بل أعلى من الرجال اللي جت معانا، هنلاقي رجل برج الأسد الناري. مهما شفته ومهما عرفته ودخلنا خلاص في منطقة وسطى أقوى شوية من الرجال اللي خدناها في الموضوع ده، هو رجل برج الأسد ما هو إلا إيحاء
او منظر مش اكتر يعني. هو مستعجل برضه خلي بالكم يعني، وما عندوش صبر، بس يتخاف منه شوية مقارنة بالرجال اللي جات قبله لانه سبقهم في الترتيب. العند والتسلط وحب السيطرة اللي عند برج الاسد وحب الامتلاك كمان انجاز التعبير ممكن يجعل منه رجل قادر على قهر بعض الاناث وليس كل الاناث انجاز التعبير، ولكن في الاول وفي الاخر هو بيجي في منطقة وسطى، فبيجي معانا في المركز الثامن، اعلى منه مركز واحد اللي في المركز السابع برجي، رجل برج الحمل خير الامور الوسط في حلقة زي حلقة النهاردة في منتصف الجدول وفي منتصف الترتيب. رجل برج الحمل لا هو في القمة ولا هو في القاع، متوسط قوي في الموضوع ده، العملية عنده طبيعي جدا، عنيد قوي ومتسلط قوي على فكرة ومسيطر وغيور، ولكن حسب الموقف يعني. في موقف حصل فور دم فور برج الحمل، ولكن تدريجيا بيبدأ يهدأ، وممكن قوي رجل برج الحمل غير الأنثى هنا يكبر دماغه ويطنش، بس هو من الأبراج اللي فيها حتة يعني إيه، لازم أزعلها يعني، لو في أنثى أو كده هو حابب إن هو يقهرها أو كده لازم أعمل لها حاجة تضايقها، مش هينفع إن أنا أمشي وأكبر دماغي يعني. الرجال اللي جت قبل كده ممكن خلاص كل واحد يروح لحاله وتكبر دماغه، إنما رجل برج الحمل ممكن إيه يعمل موقف كده يضرب ضربة أو يخبط خبطة ويتوكل على الله يمشي، ولكن نفسه مش طويل ومقارنة برجال القمة اللي معانا في حلقة النهاردة ان هو يعمل حاجة زي كده. نخش في الجد بقى، وجد الجد عشان نطلع للمركز السابع، واحد من اكتر الرجال حرفيا القادرة والمتعبة بطبيعتها للنساء، وهو رجل برج الدلو الهواء. رجل برج الدلو عامة العاطفة دايما بقول وهقول مش متحكمة ولا مسيطرة ولا لها كلمة كبيرة قوي في شخصيته، فممكن يتعامل مع الأنثى ببرود كبير قوي وبلا مبالاة شديدة قوي وبتجاهل متعمد قوي، كل ده ممكن يقتل الأنثى. هو رجل برج الدلو المصطلحات دي كمان، هو باله طويل يعني مش متسرع قوي مش مندفع قوي، اضرب كل ده في الكوكتيل كده هتعرف قوي ليه هو ممكن يكون من الرجال المتعبة لمعظم الإناث. نعلى مركز ونخش في جد الجد أقوى وأقوى، نوصل للمركز الخامس، واحد من الرجال المتمرسة حرفيا، احنا دخلنا بقى في القمة والجد في قهر النساء، رجل برج الميزان اللي بيتربع على عرش المركز الخامس مزاحما أقوى الرجال في حلقة النهاردة في القدرة على قهر النساء، بيلف وبيدور ويدور ويدور ويقدر ان هو يطول نفسه وبيتلذذ. المشكلة لما يكون الرجل يعني عقاب أو أذية الأنثى من أحد أنواع التلذذ اللي عنده، عند برج الميزان دي موجودة أوي، ومن هذا المنطلق ومن قدرته الكبيرة أوي على المراوغة والخداع وإظهار عكس ما يخفي، هو قادر جدا وقادر بشدة على قهر يعني معظم النساء انجاز التعبير. خلوني اذكر واقول مش هاخد اكتر من 10 ثواني او 8 ثواني، رجاء تحذير، ركزوا معايا، ملناش اي صفحة على الفيسبوك غير محمد ابو زيد، وعلى اليوتيوب غير محمد ابو زيد، اكتب كده والابراج هتظهر لك صفحتنا الحقيقية، صفحة تانية نصابة، رجاء تلغوا الاشتراك في الصفحات دي عشان بتعمل لكم مشاكل لسلامتكم. لازم انبه واخليكم تخلوا بالكم من النصابين دول قوي لانكم غاليين عليا وسلامتكم تهمني. في المركز الرابع وقمة القمة وأشد وأشد، وواحد من أكثر الرجال المتعبة للنساء، وهو رجل برج العذراء. ممكن يتبارد بشكل كبير قوي، وعنده أيضا لا مبالاة في شوية من برج الدلو في حلقة النهاردة، لا مبالاة كبيرة قوي وتجاهل فظيع قوي، وبرضه ما هوش رومانسي قوي ولا عاطفي قوي، فكل ده بيخليه كمان عنده صبر يقدر ان هو يقهر الكثير من النساء ويتعب الكثير من النساء ويخلي نساء كتير تنزل دموعها بسبب هذا الرجل ده واللي ممكن يعمله فيهم. انت ممكن تشوف ان هو طيب ومسالم، ولكن ما خفي كان اعظم، برج العذراء مش كتاب مفتوح، الرجل هنا شديد زيه زي الانثى ويمكن اشد منها كمان في موضوع زي حلقة النهارده.
فده كله بيخليه متعب قوي لكتير جدا من النساء. التلاتة بقى القمة اللي معانا في حلقة النهاردة، وإن كان برج العذراء قريب منهم، تعالوا نتعرف على صاحب المركز الثالث. أحد زعماء التجاهل واللامبالاة والخداع واللف والدوران، ومن أحد ملوك الدهاء إن لم يكن ملك الدهاء الأول، رجل برج العقرب يتربع على عرش المركز الثالث، محتل المركز متقدما جدا في قهر النساء. وأي حد عارف إن رجل برج العقرب زي الأنثى من الأبراج المتمرسة في قهر الطرف الآخر، يصبر ويطول باله وعنده أسلحة فتاكة يقدر إن هو يستخدمها في أي وقت ويعمل كنترول كبير قوي عليها، ومن هذا المنطلق هو قادر على قهر النساء ويزاحم البرجين صاحب الثاني والأول بشدة في حلقة النهاردة. إنما أشد وأعلى اللي في المركز الثاني صاحب الدماغ الأصلب، رجل برج الثور اللي بيجي في المركز الثاني، لو اتصدر في حاجة أو اتربس في حاجة أو قرر حاجة ولا بالطبل البلدي، ومن هنا يأتي قدرته الكبيرة قوي على قهر النساء. هنعاند في حاجة أنا وإنت، يانا إنت، هي المشكلة في كده، لازم أنفذ اللي في دماغي، ودي مشكلة كبيرة أوي بتواجه النساء اللي بتقع في براسم هذا الرجل أو بيتعرض ليها في طريقها بشكل أو بآخر. ومن هنا ممكن كمان يتبارك بشكل كبير أوي ويكتم بشكل كبير أوي ولا يظهر ما بداخله بشكل كبير أوي. كل ده ممكن يخلي قدرته كبيرة أوي على تعب النساء أو إتعاب النساء أو قهر النساء بالمعنى الأعم والأشمل. بينما متصدر الرجال في هذا الموضوع أو هذا الأمر هو رجل برج الجدي اللي بيتربع على قمة رجال الأبراج كلها في الموضوع ده. رجل برج الجدي هو أكثر ومن أكثر الرجال القادرة على قهر النساء. ممكن يصبر ويطول باله، صبور يقدر إن هو يعمل كده، ممكن يتبارد ويتجاهل ويتعامل بلا مبالاة، كل الحاجات دي نسبها عالية قوي في شخصية رجل برج الجدي، يتعب بل يقتل الأنثى إنجاز التعبير. وصدقوني هتلاقوا رجل برج الجدي ده من أكتر الرجال اللي بتعذب النساء، حتى لو عملوا إحصائية كده وهتتأكدوا من كلامي. رجاء اللي نسي يدعم الحلقة بلايك، يدعمها بلايك خلاها توصل لمعظم أصدقائنا، اكتبوا لي آرائكم بارا كل تعليقاتكم، وبتعرف كمان عليكم من خلالها، وأتوحشوني.